الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. مرحبا بك عزيزي المشاهد مع حلقة من حلقات برنامجنا آيات الله في الخلق. من هذه الآيات العظيمة التي جعلها الله عز وجل ما يسمى بالأجرام السماوية. الله سبحانه وتعالى تكلم عن سبع سماوات كما قال عز وجل: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لكن في هذا الكون إشارات تدل على قوة كان الإنسان يتوقع وجودها ولم يكتشفها وفي العصر العشرين اكتشفها، منها ما يسمى بالثقوب السوداء. الثقوب السوداء، ما هي الثقوب السوداء؟ اكتشف العلماء أن هناك في السماء ثقوب سوداء وسموها بالثقوب السوداء لأنها تمسح وتبلع كل ما يأتي أمامها ولها طاقة قوية وكبيرة في سحب الأشياء حتى في سحب النجوم. وقيل أن هذه الثقوب السوداء تكون في وسط المجرات كنوع من التوازن والجذب لما حولها من النجوم، فالمجرة تتكون من مليارات النجوم وتحتاج إلى ما يسمى بالمركز، فيكون هذا الثقب الأسود من النوع العملاق موجود في وسط هذه المجرة. وهناك ثقوب مفتوحة في الكون تتحرك كما تشاء، والقرآن أشار إلى هذه الثقوب السوداء وقال تبارك وتعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ما المقصود الجوار الكنس؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فلا أقسم بالخنس، من الخنس وهو الضعف، ثم قال الجوار الكنس. قيل أن نجوم، هناك نوع من أنواع نجوم تسمى بنجوم السوبر نوفا، هذه نجوم عملاقة وقوية ولكنها تأتي في فترة من الزمن اللي تنفجر ويتكون منها ما يسمى بالثقب الأسود، وهذا الثقب الأسود له طاقة وحركة شديدة وقوية بحيث أنه يبتلع هذه الأمور الموجودة أمامه في الكون سواء كان غبار كوني أو يكون نجم، وهذا ما صوره تلسكوب هابل في أواخر سنة 2020 من أن هناك ثقب أسود استطاع أن يبتلع نجم ويأكله، يعني شيء عجيب. طيب هذا الثقب الأسود ماذا وراءه غير معروف، وكأنه مكنسة دكنس هذا الكون كما شاء الله سبحانه وتعالى. فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس. فإذا هناك في هذا الكون الشيء العجيب، واكتشافات علماء الفلك اليوم في هذا الكون ما يجعل الإنسان يقف عاجزا عن معرفة أشياء كثيرة عن هذا الكون. ولذلك الله سبحانه وتعالى أشار إلى بعض الأمور في هذا الكون بقوله تبارك وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. عزيزي المشاهد فاصل ونعود لك ونواصل. عودة إليك عزيزي المشاهد بعد هذا الفاصل لنتكلم عن طي السماء. وهناك نظريات فلكية
تقول بأن نهاية العالم أنه يكون على ثلاث نظريات، فقالوا إما أن يضعف كل ما في هذا الكون بسبب ما يسمى بالتمدد الكبير الذي حدث بعد الانفجار العظيم، فستضعف نقطة الانطلاق من هذا الانفجار الذي يبعث لهذه الأجرام السماوية بعيدا عن المركز بسرعة تقدر تقريبا 286 ألف ميل في الثانية، سرعة كبيرة. فقالوا بعد هذا التمدد الكبير وتباعد الأجرام تتلاشى هذه القوة وتصبح لا شيء وينتهي الكون. هناك نظرية ثانية تسمى ما تسمى بنظرية احتراق الكون، يعني الكون هذا راح يذهب بسبب احتراق كثير من النجوم وانتهائها، فكل شيء راح يضعف وكل شيء راح يبرد وبعد ذلك لا طاقة في هذا الكون فينتهي هذا الكون. هناك نظرية ثالثة وهي ما تسمى بطي السماء. قالوا بأن هناك قوة جاذبة وهناك قوة طاردة. القوة الطاردة هي قوة الانفجار الكوني العظيم التي بعثرت هذه الأجرام والمجرات كما يقولون. ثم هناك قوة تجاذب بين هذه الأجرام كلها. عندما تضعف قوة الانفجار الكوني العظيم التي تباعد بين تلك الأجرام ستظهر قوة جديدة ثم قوة الكهرومغناطيسية الكونية، وهذه ستعود بجذب هذه الأجرام كلها إلى نقطة الانفجار الأولى، كما قال تبارك وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هناك نظرية أشاروا إليها وهي فيها إشارة في القرآن لها، يقولون أن هناك بعد هذا التقارب الشديد بين الأجرام السماوية وعودتها إلى نقطة الانطلاق الأولى يسمونها نقطة الصفر سيحدث هناك انفجار كوني ثاني وتتبدل أمور كثيرة في هذا الوجود وهذا الخلق. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. حتى أنا بعض علماء الفلك الذين يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى يقولون أن هذه الحياة ستكون حياة جديدة لا نعرف حقيقتها على وجه التحديد، ولكنها ستكون حياة جديدة تتغير فيها معالم هذا الكون وتذهب أشياء كثيرة ونحن لا نعرف ما سيحدث تماما. القرآن فسر هذا الأمر وقال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذن هذا هو يوم القيامة الذي الله سبحانه وتعالى سيمسح ما على هذه الأرض من جبال ومن مرتفعات ومن أبراج يصنعها الإنسان وغيرها، تسوى الأرض تماما كما قال تبارك وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كل شيء ممسوح ليهيئ الله سبحانه وتعالى خروج الإنسان من الأرض مرة أخرى ويحاسبه على ما فعل في هذه الدنيا، من خير فله الخير ومن شر فله العقوبة على ذلك. وهذه ما يسمى من آيات الله في خلقه في هذا الكون العجيب. اكتفي بهذا القدر عزيزي المشاهد، وإلى حلقة قادمة بإذن الله، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.